روح لأصغر بالظبط. نائب في مجلس الشيوخ محمود تركي حزب النور. هل التنسيقية، أنت عندك 36 سنة ودخلت مجلس الشيوخ، بتدي باب أمل للشباب، بتفتح الباب قدام الشباب؟ خليني أبدأ بس بنقطة مهمة جدا، إزاي التنسيقية اشتغلت على محور وهو كان محور مهم جدا، القواسم المشتركة ما بين التيارات السياسية المختلفة. المنصة اللي جمعت كل التيارات المختلفة دي، لما نتكلم على التنسيقية فيها أكثر من 25 حزب، فيها سياسيين، النموذج ده احنا بنقول احنا بنجني ثمار وإن كان الفترة قليلة من عمر التنسيقية، ولكن الكل بيشهد دلوقتي بنموذج مختلف. ممكن التنسيقية أطلقت شعار سياسة بمفهوم جديد، ولما مارسنا الحياة ايه هو المفهوم الجديد؟ المفهوم الجديد اللي خلقته التنسيقية، فكرة التوافق والتكامل رغم اختلافنا واختلاف توجهاتنا وأيديولوجياتنا. الأصل في الأشياء؟ الأصل في الأشياء في الاختلاف مش التنافر، الأصل فيه كان التكامل، وده اللي احنا اشتغلنا عليه في التنسيقية، ان احنا كلنا بمختلف ارائنا ومختلف توجهاتنا كان لينا هدف واحد، مصلحة الوطن، ازاي نحافظ على الوطن، ازاي القضايا اللي بتجمعنا كلنا للحفاظ على الوطن ومواجهة التحديات اللي بيواجهها الوطن. وشفنا وعشنا الفترات دي وعرفنا ان احنا مش هننجو بالمركب الا لما يكون كلنا لينا هدف واحد وكلنا ايدينا في ايد بعض. ده كله احنا شفناه، احنا عندنا انكار ذات موجود داخل التنسيقية واحنا موجودين على الطاولة، مش فارقة ان انا النهاردة نائب او عضو اساسي او امين سر في لجنة او نائب محافظ، التنافس ده والتناحر اللي كان موجود وكنا بنشوفه ما بين الاحزاب، اتوقع التنسيقية قدمت نموذج ان الممارسة السياسية هي مش مقايضة، هي مش هدفي وحرصي ان انا اوصل للسلطة واقصي الاخرين، ان ده مفهوم لابد ان هو يعاد صياغته، لذلك ده مفهوم جديد وسياسه بمفهوم جديد، ان احنا بنقول التشارك والتكامل كان هدف التنسيقيه. كانت لسه اميره بتتكلم عن ضعف الاحزاب السياسيه وحزب النور موجود لسه في الشارع؟ كل الاحزاب موجوده في الشارع، هو وزن نسبي موجود في الشارع، كل الاحزاب ليها اماناتها ولجانها، احنا بنقول ايوه حزب النور موجود في الشارع، نتائج البرلمانات الانتخابات في سواء في مجلس الشيوخ مجلس النواب، الارقام والمعيار ما كانش مين كسب ومين خسر، كل واحد ليه رصيده موجود. المعيار انه كان في تمثيل تقريبا لاكبر عدد من الاحزاب يدخلوا البرلمان. ده نموذج، والتنسيقيه ونموذج التنسيقيه ترجم ده بشكل واقعي، الناس ما بقاش عندي فرق ما بين حزب اغلبيه او حزب اكثريه، حزب ضعيف حزب قوي، مش هو ده المعيار.